وضعيه كارثيه. الناس ما بقاوش كيجيو عندنا، الطواليط تسدوا، حتى حاجه ما كاينه، الناس هربوا، بقينا غير حنا هنا كنعانيو. ما عندناش فين غنمشيو، ما عندناش شي بلاصه اخرى نمشيو ليها. عارف انا شادين الكليان ديالنا هنايا وواقفين باش السوق يخدم، وهما حطمونا والناس ما بقاوش يجيو عندي. انا بوحديتي اللي حله في هذه الزنقه، ما عندي ما كاينش الضوء الليل، ما كنقدرش نبقى انا بوحديتي حيت ولات انا الشفره. يعني الا كان شي مسؤولين يوقفوا معنا ولا سيدنا يوقف معنا يعاوننا في الضوء. راه جمعت علينا 60 مليون على الاسواق كاملين، 60 مليون شكون غيخلصها؟ وحنا الناس غير ضعفاء، وبقينا هنا غير شي 20 واحد، ما بقى ماشي 20 ديال عباد الله اللي بقاو هنا، كلشي خرج. المشكل ديال السوق النموذجي مشكل تسيير، سوء تسيير. الناس اللي تكلفوا بالتسيير ديال السوق لا علاقه لهم بالميدان. كيفاش بغيتي محاسب مريح في بيرو ويجي يسير سوق ديال باعه متجولين؟ اشبعتي وشريتي وفين عمرك فرجتي هاد السيد هذا؟ فين عمرو فرج هاد الناس اللي كلفوهم تفرضوا على المارشي، تفرضوا على هاد الاسواق، على هاد الفضاءات التجاريه. الفضاءات التجاريه خاصهم ناس اللي يكونوا اللي بغى يسيروهم يكونوا مهنيين. بعدا اصلا خصو يكون مهني عادي الا بغيتي تسير السوق. كيفاش انت شوف الناس بالحاجات الاساسيه اللي ما خصش بنادم يتحرم منهم حرموهم. الماء والضوء من الاساسيات، كيفاش فين غادي يمشي يبول هذا السيد اللي باغي يمشي حبساته البوله؟ فين غادي يمشي؟ فين غادي يقضي حاجته؟ الناس ولات كتبول في القراعي، ولات كتبول في الميكا تقضي الحاجه الكبيره في الميكا. الميكا هي عمرها كي غادي دير تقضي حاجته في حانوت، كي غادي دير تقضي حاجته في حانوت. حنا رحنا تحرمنا من الحاجات الاساسيه، ما بقينا لقينا لا فين نبول ولا فين نقضيو حاجتنا. فين غنقضيوها؟ فين دير لنا الميكات؟ طالبين شي حاجه، باغيين الضو والماء، باغيين على الضو والماء، ما باغيين شي حاجه اخرى من غير الضو والماء. جابوا لنا الضو والماء، حنا باغيين راه حاجه من الحاجات الاساسيه ديال المواطن، ديال العيش الكريم ديال عباد الله، الماء والضو. الا ما كانش الماء والضو فين غادي يمشي هذا السيد هذا؟ وفين غتمشي هذه السيده هذه؟ خلصنا هاد الناس وعطينا وجعنا وعطشنا، وهاد الناس داو لينا رزقنا وداك الشيء ومشاو، وحنا دابا لا ما لا ضو ولا والو، لا ما لا ضو. ومحنون هاد الناس وداو لينا رزقنا، وحنا جيعانين عطشانين في هاد السوق، وداو لينا رزقنا وقطعوا لينا الماء والضو. حنا دابا باركين لا ما لا ضو والو، لا والو، لا ما لا ضو لا والو. حنا عندنا سكريات مراد منيبين، خاصنا تنمشيو لديورنا عاده عاده. انا خياطه، عندي ثلاثه دبلومات ديال الدوله ماشي، وجيت انا رضيت بالواقع، شديت بالراكب بحالي بحال عباد الله وشريتها، تسلفت وشريتها، ودابا حاليا انا راه قاسه وعندي مسؤوليه ديال واحد انسان مقطوعين لي رجليه، راجلي مريض مقطوعين لي رجليه، متقاعد ما قادنيش ديك حتى ديك الماندا راه ما قادانيش. انا خاصني نخدم باش نعاون ولادي كيقراو، باقيين صغار، باقي واحد في الباكالوريا والدريه اخرى في السانكيا ماني، ما كاينش الماء. علاش الماء تيتقطع؟ علاش الضوء تيتقطع؟ لانه ضروري الضوء والماء باش غنخدم، باش غنتحرك انا. كيفاش غنخدموا حنا؟ شنو المحرك ديال السوق؟ شنو هو المحرك ديال هاد التنميه البشريه؟ وهو الماء والضوء. الا ما كانش الماء والضوء راه ما كاين والو. وشكرا.